إليكم جديد دنيا. محمد الترك غاضب من دنيا بعد رفضها الرجوع إليه ودفعها طلب الطلاق. ما زالت رسائل المنتج البحريني محمد الترك تلوح في سماء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الخلافات القائمة بينه وبين زوجته الفنانة المغربية دنيا، وهذه المرة كانت الرسالة عبارة عن نداء لي: دنيا يجب عليك أن تتعلمي من الفنانة شيرين عبد الوهاب، سامحت حسام ورجعت وتزوجته من جديد رغم نفى الجميع حتى ولو قالوا عنها مذلوله. كما أنه ضاف أن دنيا تخلت عنه بسبب الحفاظ على كرامتها وبعد تلاب عن ابنتيهما. ومؤخرا خرج محمد الترك بتلميحات أنه سوف يفضح أسرار زوجته للعن. وعلى عكس دنيا فهي تعيش الحياة السعيدة مع ابنتيهما وعائلتها الصغيرة، إنها تشتغل والشغل كثيرا والحمد لله. كما أنها تزور عيادة طبيبة التجميل للحفاظ على جمالها وأنوثتها. دنيا هي امرأة قوية ولقبها المرأة الحديدية. وسبق للترك أن توعد عبر بث مباشر على حسابه الرسمي على موقع انستغرام بالحصول على حضانة بنتيه من الفنانة المغربية دنيا بطمة. يشار إلى أن الزوجين محمد الترك ودنيا يعيشان خلافات كبيرة وصلت إلى القضاء بسبب ما تدعيه بطمة بتعرضها للخيانة والعنف من طرف زوجها، حيث يخرج كل واحد منهما برواية مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتظل الأسباب الحقيقية مجهولة وغير واضحة لحدود الساعة. ما نكرت الأشرة، كبلت وسوت وما سمعت للناس، قالت للعالم الله يسكم طز. الشخصية معروفة من؟ الحلو في شخصيتنا اليوم اللي راح نتكلم عنها يقول لك: رب صدفة خير من ألف ميعاد. عندها هم بنتين، ولكن هذه الفنانة حافظت على المستوى مالها وحافظت على الكاريزما مالتها وحافظت على مكانتها. يعني ما تغني إلا في مهرجانات، ما تغني إلا في الأماكن العامة، ما كتغني إلا. الشخصية اليوم اللي نتكلم عنها هم هي مثيرة للجدل، وفي آخر فترة سوت واو صداع وايد يننت العالم، اللي سماها مدلولة واللي سماها ما أعرف شنو واللي سماها وايد أشياء، تكلمت عن الصحافة صار الموضوع وايد سهل. هذه اللي قلتوا عنها. أوكي، أهم شيء أنها ما نكرت العشرة، كبلت وسوت وما سمعت للناس، قالت للعالم الله يسكم طز. الشخصية معروفة من؟ انتظر إجاباتكم بعد هذا السناب وبسرعة.